عالم الزراعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني الاعزاء، اهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في فيديو جديد. نبات الكلانشوا في نهاية فصل الصيف وفي بداية فصل الشتاء بيكون وضعه سيء بنفس الطريقة عندي وعند حضرتك وعند كل هواة نبات الكلانشوا. بخطوة واحدة بس هيرجع نبات الكلانشوا افضل من الاول، لكن تابع معنا الفيديو للنهاية. كل اللي انا هعمله هو تقليم نبتة الكلانشوا بنفس الشكل. لو عندي فروع ماتت، لو عندي فروع ناشفة ومفيش عليها نموات هشيلها، والفروع الخضراء هي بس اللي انا هقلمها بنفس الطريقة. هقص الفروع دي وهزرعها في قصاصات مختلفة وهنشوف ده في فيديو منفصل. بنفس الطريقة انا كده قلمت النبتة عندي، طبعا انا قلمت كل الافرع ولكن هيكون في مرحلة تانية اخفف فيها الافرع. هنا ما شاء الله النبتة ممتازة ووضعها ممتاز وعندي نمواة جديدة، في المرحلة دي هبدأ اخفف النباتات مرة تاني او الفروع مرة تاني. هقص الفروع الميتة، الفروع اللي ما طلعتش براعم، الفروع اللي اتأخرت في النمو برضو انا هشيلها بنفس الطريقة. كل الفروع اللي ناشفة، الفروع اللي اتأخرت في عملية النمو مش محتاجة، لان انا عندي مجموع خضري جيد وعندي نموات ما شاء الله جيدة. لو النموات عندي ضعيفة فبالتالي هترك الفروع اللي اتأخرت في النمو وان شاء الله باذن الله هتنمو وهتطلع براعم ونموات جديدة. بعد ما رتبت النبتة عندي هبدأ في عملية التسميد. هستخدم الالوفيرا او صبار الالوفيرا في تسميد نبتة الكلانشوا بنفس الشكل. هرتب مكان وهقص فيه ورقة الوفيرا، ورقة متوسطة بنفس الطريقة، هقصها قطع صغيرة واجمعها في مكان فيه القصيص وهيكون هو ده مصدر الري للنبتة. يعني بنفس الطريقة كل ما اروي النبتة هرويها من نفس المكان اللي فيه الالوفيرا. هنا ما شاء الله النبتة وضعها ممتاز وبدأت في عملية التزهير. ان شاء الله نتابع النبتة مع حضراتكم في فيديو قادم. لو حضرتك مهتم بنباتات الكلانشوا او بالزراعة بشكل عام فبالتالي ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك اشعار بالفيديوهات القادمة. اتمنى ان الله ان يكون قدمت حضراتكم معلومة مفيدة، اتمنى ان الجميع يكون استفاد، ولا تنسوا زكاة العلم تبليغ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.